اليوم الهدف ديال هذه الندوه هي اقتناء الارض ديال طريق صفرو، 5 القطارات و56000 متر بالضبط، 5,600,000 درهم الثمن الاجمالي ديالها المجموعه الجامعيه تكلفات بالنص. البلديه كنتسناو ل 4 اكتوبر فاش تكون الدوره باش يصادقوا على هذا المبلغ اللي هو السيد العمده كنظن بانه وعدنا به وكنظن بان اقتنع بهذا المشروع. غادي تكون اعاده بناء المركز ديال السعديين اللي انطلقت الاشغال ديالو. هذا الشعارنا هذه السنه ماشي هي الفوز بالالقاب بل البنيه التحتيه. الفوز بالالقاب حنا رحنا حطينا التركيبه البشريه باش اننا نكون عندنا احسن فريق في البطوله الاحترافيه. نتمناو يعني هاد اللاعبين هادو ينسجموا ويوقع هذا الانسجام والفرقه كيف كنقولوا الفرقه الدور باش يجيو النتائج. اخيرا لازم اي فريق عندما كينتدب لاعبين جدد، وهاد اللاعبين الجدد راه الدفاع ما تبدلش ووسط الدفاعي ما تبدلش. اذا هاد الانتدابات اللي داروا هذا العام كلهم من اللين ميديان من السونتر الى الامام. اذا كنظن بان هاد اللاعبين كلهم اللي تنتدبوا هذا العام كنتمنى كنقولها ونعاودها: سي ايوب الودراسي، سفيان الكزير، اسامه درفلول، الهاشمي سعدان. انا كنظن بان 2 ولا 3 ديال اللاعبين اللي غادي يرجعوا وغادي يكونوا ضمن اللائحه ديال فريق المغرب الفاسي غيكونوا مفاجاه كبيره. وكنواعدكم بان هاد اللاعبين اللي جاوا جدد ما هما غير احسن من ما كان. اذا اللي بقى في الفريق المغرب الفاسي مرحبا به، اللي مشى الله يسهل عليه. وفريق المغرب الفاسي دائما يبقى من الكبار وغادي يبقى مدى التاريخ. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.